ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثاني الإعدادي إن شاء الله بنكمل مع بعض يونت 8 بالوحدة التامنة، بناخد منها lessons 3 and 4 إن شاء الله. في الفيديو ده هناخد الكلمات بتاعة الدرسين الثالث والرابع وهنحل عليها بإذن الله، وكمان هناخد جزئية الجرامر لأن هي بسيطة وصغيرة وهنحل كمان عليها بإذن الله في الفيديو ده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلمات المهمة اللي معانا النهاردة في الدرسين الثالث والرابع من الوحدة التامنة كلمات جميلة وممكن نستخدمها كمان في حياتنا او نبقى عارفينها. زي ايه؟ زي كلمة frying pan. frying pan قدر القلي، يعني الحاجة اللي بنقلي فيها. طيب عندي كمان humans يعني بشر، humans بشر. عندي كمان instructions تعليمات، بنقسمها المقاطع زي ما انا مقسمها لكم كده بالخط الاحمر instructions تعليمات. عندي recipe وصف الطعام. عندي strong body جسم قوي. عندي strong bones عظام قوية، يبقى كلمة bones يعني عظام، كلمة bones لوحدها يعني عظم، العظم بتاع الجسد. طيب عندي كمان batter اللي هي الزبدة batter. عندي cheese جبنة. عندي chopped ده فعل مهم قوي اللي هو بيبقى مقطع، بس طبعا هنا ده في زمن الماضي فضعفنا له ال be وبعدين حطنا له ed. chopped لوحده كده يعني يقطع، يبقى chopped vegetables اللي هي الخضار المقطع. طيب عندي كمان fat يعني دهون. عندي lemon juice او عصير الليمون. meat لحم، عايزين نفرق بين meat يقابل وميت لحم. هقول لكم على حاجه جميله قوي وسهله، اتنين اي شبه بعض كانهم بيقابلوا بعض، يبقى الاتنين لما الاي لما تبقى شبه بعض جنب بعض يبقى الاي رايحين يقابلوا بعض، لكن الاي والاي يبقى دي لحمه. او اقول لكم كمان حاجه تانية، ايت ياكل فتفطرها ميت يبقى لحم. تمام، جميله اهي، تبقى سهله ليكم. طب عندي ميلك لبن. عندي كمان اومليت دي انا عايزاكم تحفظوا شكلها، مش لازم تحفظوها، واللي سهل عليه حفظها اوكي ماشي تمام. اومليت. عندي اونيون بصل. سوب شوربه. سوب خدوا بالكم البي هنا فوربن يعني بي تقيله زي ما بتتكتب في كلمه بن قلم جاف. سوب. عندي شوجر سكر. عندي ايه كمان؟ عندي هيت يسخن. عندي بور يصب. انتو جاي معاها حرف الجر انتو. طيب معانا ايه كمان؟ معانا هنا الحاجات اللي جنبها دوايا دي عايزاكم برضو تعرفوها بعينيكم ان هي ديت يعني فسيخ دوريان فروت انها حاجات اكل. تمام، معانا كمان دراي فيش سمك جاف. دراي فيش. عندي سالتي فيش سمك مملح. سالتي يعني مملح، سالتي فيش سمك مملح. معانا كمان هوربل يعني فظيع ورهيب. تيربل فظيع وسيء جدا. عندي كمان unusual يعني غير معتاد. unusual غير معتاد. معانا كمان بعد الحواس هنا واجزاء الجسم زي senses and parts of the body. senses and parts of the body حواس واجزاء الجسم. عندي هنا الحواس سي بشوف بايه؟ بالايز بالعين. عندي هير بسمع بحاسة السمع بس عن طريق ايه؟ الاذن ears. ها حاسه التاتش اللمس عن طريق fingers الاصابع. عندي تيست يتذوق عن طريق الماوث الفم. سميل يشم عن طريق النوز الانف. طيب عندي كمان بول اللي هي سلطانيه. عندي dining room حجر الطعام dining room. عندي كمان fridge التلاجة. طيب تعالوا كمان نشوف فرايد شيكن. فرايد يعني مقلي. فرايد هي اف ار واي لما كنا نضيف لها اي دي زودنا حطينا الواي اي اي دي. فرايد شيكن دجاج مقلي. طيب كمان معانا سترونج بادي وسترونج بونز اللي هي بتاخد معاهم هاف لدي او عنده لدى. هاف سترونج بادي هاف سترونج بونز. طيب هنا قلنا عشان هنا بادي لكن هنا بونز جمع فما جبناش معاه كيب فود يعني بيحفظ الطعام. عندي اجلاس اوف ووتر كوب من الماء. عندي خدوا بالكم احنا لما اتكلمنا على ان الووتر هو بيتعمل على انه كميه، بس قلنا ان في حالات شاذه ما انا عايزه اقول مثلا ما تناولناهاش بس هي موجوده في الفيديو في القناه عن الموضوع ده. قلنا ان انا عايزه اعمل تجزئه للحاجه الكميه فاقول مثلا كوب من الماء، فنجان من القهوة، أكابوف كافي أو أكابوف تي. ممكن أقول أبوتل زجاجة أوف ووتر زجاجة من الماء، أبوتل أوف أويل وهكذا. طيب
دي لو انا عايزه اجزأ الكميات وابدا استخدم قبلها ايه آه. يبقى a glass of water يبقى كوبايه. طب انا عايزه اقول two، اقول two glasses of water وجنب اجمع glasses وكوبايه. طب هنا for most people بالنسبه لمعظم الناس، for most people عندي take out of، take out of يخرج من، take out of. طيب عندي كمان under the ground، under the ground تحت الارض، ground هي الارض، ground اللي هي الارض. عندي كمان normal عادي، up normal. خدوا بالكم هنا up normal، a b a b جبت النفي من الكلمة، هي هي normal بس جبت قبلها up normal بقى غير عادي. طيب عندي كمان شوف الافعال وتصريف الافعال، انا عايزين فعل زي فعل feel يشعر، هيبقى felt، felt الماضي منه. طيب have وhas الماضي منهم had، والتصريف التالت برضو had. عندي run يجري، ran اليو تحولت بقت a وبعدين رجع تاني في التصريف التالت زي المضارع. طيب عندي sleep بقت slept، slept زي feel، اتنين e اتحولت بقت felt، felt اخرها t. طيب هنا بقى slept، slept t اخرها واتشالت e بقت e واحدة بس. تعالوا نكمل مع بعض. عندي كمان eat يأكل بقت ate، eaten، eaten هي هي التصريف المضارع بس زودت لها e n في اخرها. عندي كمان سي يرى بقت saw، seen، saw، seen هي هي سي التصريف الثالث بس زودنا لها n. تعالوا كمان نشوف بعض الملاحظات. عندي called is او are called، ايه الفرق؟ قال لي called الذي يسمى، يبقى people eat something called يبقى الذي يسمى. طيب هنا is او are called، هنا عندي بيقول ايه؟ they are called century eggs. طيب يبقى هي يسمى بقرون century eggs. طيب عندي كمان smell وتيست ولوك، قال لي دول بيجي بعدهم صفة معناها يشم، يتذوق، يبدو. سميل باد، لوكس ان يوجوال، بعدها ايه؟ صفة. تيست ديليشس، بعدهم كلهم ايه؟ صفات. تعالوا يلا مع بعض نبدأ نحل الأسئلة على جزئية الكلمات. بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. هيبقى sugar is bad for your teeth، السكر مضر طبعا أو سيء للأسنان. number 2 we need to eat protein to have a or an strong body. طيب بعد كده my mother's food tastes delicious. to be healthy you should eat fresh fruits. my mom likes to use chopped vegetables. we taste things with our mouth. نتذوق الأشياء بإيه؟ بالفم، بفمنا يعني. to make an omelet beat eggs. نخفق أو نضرب إيه؟ البيض. I usually help my mom to serve the food. People often eat in the dining room. حجرة الطعام. Most people like to eat pasta اللي هي المكرونة with a fork بالشوكة. My sister doesn't like فسيخ. She thinks it's terrible. فظيع، سيء يعني. It is unusual to eat sweet and salty things. يعني حاجة غريبة ان هو ايه ناكل حاجة ملح وسكر في وقت واحد. طيب mothers keep food in the fridge في التلاجة. I dropped some tea when I poured وانا بسكب او بصب. طيب اللي بعدها اخر سؤال في الجزئية دي milk and butter are هتبقى ايه؟ هتبقى diary. خدوا بالكم دي اي اي ترتيب اي اول دي اي اي دايري. طيب احنا كده خلصنا مع بعض جزئيه الكلمات. تعالوا مع بعض نشوف جزئيه الجرامر. جزئيه الجرامر جميله قوي وسهله وبسيطه وحاجه لذيذه. الامبيراتيفز صيغه الامر، لما الواحد بنيجي نؤمر بنستخدم صيغه الامر في العربي بيبقى طبعا من حد كبير لحد اصغر منه، او من مدير للطلبه او مدرس للطلبه وهكذا، او مدير لموظف عنده. صيغه الامر دي بتبقى عباره عن ايه؟ بنقول فيها بشكل محترم جدا الفعل في المصدر، بنبدا بالجمله من غير فاعل. طيب وممكن في اخرها نحط كلمه بليز. تعالوا نشوف كده. يعني انا ما عنديش فيها فاعل، خلاصتها بيجي الفعل فيها بيبدأ بالفعل في المصدر، أما أجي بنفي بحط don't وبعدها الفعل بيبقى في المصدر. طيب أنا ممكن أحط كلمة please، آه ممكن أقول من فضلك please في أول الجملة أو في آخرها. تعالوا نشوف الأمثلة. chop the tomatoes بيبقى بيقول له على طول إيه؟ الأم مثلا بتقول لبنتها قطع الطماطم أو قطعي الطماطم. طب هنا open the door please، من فضلك افتح الباب. طيب عندي علي
بويل زائد ستوب، عشان جبنا الاسم ذكرنا الاسم في الاول فعملنا ايه كوما اللي هي الواو الصغيره اللي على السطر. طب الدونت النفي دونت شوب، طيب هنا دونت اد، يبقى بنجيب ايه الدونت كنفي وبعدها الفعل في المصدر. تعال نشوف نحل برضو الاسئله عليها عشان نفهم اكتر. بيقول تشوز ذا كوركت انسر فروم اي بي سي اور دي. دونت بلاي فوتبول ان ذا ستريت، ما تلعبش كره القدم في الشارع. بليز تيل مي، اخبرني. يور فون نمبر، خدوا بالكم بجيب الفعل في المصدر. دونت، ولازم اقرا الجمله الاخيره عشان اعرف هو المفروض اقول اثبات ولا نفي. دونت فيد ذا انيمالز، اي هاف جوت ا لوت اوف هوم ورك تو دو سو دونت ويت فور مي، عندي واجب كتير فما ايه ما تنتظرنيش. وليد بوت يور بوكس اون ذا ديسك، ضع الكتب بتاعتك على المكتب. تيك ذس ميديسن بيفور يو جو تو بيد، خد الدواء قبل ما تذهب للسرير. دونت اكسرسايز افتر يو ايت ا بيج ميل، ما تتدربش بعد ما تاكل وجبه تقيله. ليه؟ ات از نوت ا جود ايديا، ما هيش فكره كويسه، يبقى عشان كده فعلنا دونت. هنا خدوا بالكم دونت ما باخدش دازنت، باخد دونت، خدوا بالكم. هنا كومبليت ذا سنتنسز ويز ذا كوركت فورم اوف ذا وورد ووردز ان براكتس، هيبقى هنا دونت توك، هنا طبعا واضحه هنا اكتر، هنا تيك ان امبريلا، هنا نبيل ووتر، باخد الفعل في المصدر. عندي هنا دونت فورجيت، هنا دي جوت دي الماضي لكن المضارع فورجيت لان بيجي بعد دونت الفعل في المصدر. هنا بليز رايت يور نيم اون بيبر. خلصنا مع بعض الدرسين الثالث والرابع من الوحده الثامنه، وحلينا عليهم الاسئله كمان من كتاب جمع الاضواء. دمتم في امان الله.